ضمن نحو 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، يوفر مجمع الماضة الاستهلاكي كافة الاحتياجات اليومية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. ما بين الزيت والسكر والأرز وغيرها من السلع الأساسية، يجد المواطن احتياجاته اليومية بداخل مجمع الماظة الاستهلاكي الذي يوفر كافة المنتجات كغيره من 1300 مجمع على مستوى الجمهورية، وذلك بتخفيضات تصل إلى 30% تنفيذا لتوجيهات رئاسية. عندنا قسم الخضر والفاكهة يوميا بيتم تسويقه حسب لجنة متخصصة بأقل أسعار كتير عن السوق الخارجي. عندنا اليميش رمضان احنا محضرين يوم 5 شعبان، يعني خلاص الناس خدت والحمد لله باسعار تتفاوت، يعني اقل من السوق الخارجي من 20 ل 25% في كافه انواع، من اول البلح والزبيب والتمر، هي كله موجود الحمد لله. كل حاجه متوفره الصراحه، الزيوت والسكر والزيت وكل حاجه، واللحوم برضو رخيصه جدا عن بره. يعني انا عن نفسي بشتري لحوم هنا يعني نص بالنص، بره ب 170 و180 انا بشتريه النهارده ب 95 جنيه، واللي انا عاوزه برضه يعني لو يقول لي هات لي موزه هات لي قطع بيعملها يعني. فاللحوم والدواجن تحظى برضاء المواطنين حيث تتميز بجودتها وتقل اسعارها عن مثيلاتها بالاسواق الخارجيه، فضلا عن السلع الرمضانيه التي يخصص لها جزء داخل المجمع. احنا عندنا السلع الاستراتيجيه كلها متوفرة وكله تمام، وعندنا أسعار السكر ب10.5، وعندنا الدواجن المجمدة البرازيلي الكيلو ب48، عندنا اللحم سوداني طازج كندوز الكيلو ب95 جنيه، وبتوفر لحمة مجمدة عندنا الكيلو ب80 جنيه، وعندنا لحم بتلو ب75 جنيه، ومتوفرة جميع السلع الاستراتيجية. بالنسبة لتفاوت الأسعار ده شيء مختلف هنا تماما، يعني من 95 بره 180، الفرق يعتبر الضعف واحدة بال حضرتك، لكن كان نوعيه لحمه انا ما دقتش لحمه من اللي بره زي ما بدوق ناخد اللحمه من هنا، ببقى مبسوط بيها فعلا بامان ربنا. يعني زياده تصل الى 50% في معدلات الضخ اليوميه للسلع بكافه انواعها لتكفي احتياجات المواطنين هذه الايام.